وسهلا. أهلا وسهلا. والموضوع اليوم شوية علم، ولكن بحطها ببساطة. علم اليوم عم بيطلب new humanity، إنسانية جديدة وإنسان جديد. كيف المسيح مات وفي اليوم الثالث؟ نعم، هيدي رموز. المسيح بعده على الصليب، وأنتوا أنا صلبه القرآن لقيمات. هالصليب هو الميزان. إذا الإنسان واقعد على الميزان، هذا إنسان جديد، لا جهنم ولا سما، لا خطية ولا موت ولا ولادة ولا ذنب. على طول القابض على الجمر، على النار. هذا الصراط المستقيم، هذا اللي بدنا نفتش عليه ونلاقيه موجود فينا. انطوى واستوى. كيف وقعت التفاحة؟ في اسمه law of gravity، جاذبية. في شيء كمان بيطلع، صعد إلى السماء. وقعت التفاحة، فهمها. فإذا ما في طاقة تانية، نعم هيدي نعمة. grace، the law of grace. فينا نوصل كلنا. ثلاث خطوات. جفر. جسدك اهتم فيه. الفكر بيغلبنا كثير. توصل للروح. قال له إذا أول خطوة تدعس الاستكبار بتفوت منه، خلصنا السما فشختين، هت تا الدنيا آخرة حسن الخاتمة. ولكن بدك مرشد بالبداية، مثل الأم بدها تهتم بالولد ليمشي يصير هو لحاله بيعرف. لو منا بالعصا بعيسى، وقت بتكون مع عيسى ما بتفهم شو بدي اقول، مش ضروري يعني ما بدي افهم، بدي احس فيه انه هو موجود، هالوجود فيك وفي. شو بيقول ما بهم. انا عم بتعلم هلا هندي، وبعدين قالوا لي مش مهم يا مريم، يعني صمتك بكفي يعني انه تكوني بهالسكينه الالهيه. في شيء حوالي 2000 كلمه بالعربي موجوده بالهندوسيه. بحب اسمع الكلام اللي قالهم بلغته هو كمان. أو شو حكي إنجليزي وهندوسي، ما بدنا ترجمات. الوحيد اللي فيكم تقروه بالعربي إذا في كلمة مريم نور حماية، بس كل اللي عم بيترجمه من القاموس، ما بدي من القاموس، من هالنفوس. ما بين السطور مش بين الصدور، هيك يكون فايض. فإذا هالإنسان الجديد ما بيخلق من رحم أمه، بده يخلق من صلة الأرحام، التواصل مع الرحمن. موت وقيامة، ما في موت، فينا موت. اللهم تقبل منا هذا القربان. ولكن خطوتين. الكتاب خير جليس. ما بتذكر لحظة ما معي كتاب. أوقات بطلع من البيت بقول ما بدي أخذ معي الكتاب، فوت على المكتبة. شو بدي أعمل بلا كتاب وبلا مجلة؟ أوشو بس، والباقي درى وخس. هو أوركسترا، أوركسترا. ما بقدر أقلكن شو عم بيحكي عن الحبيب محمد، ما فيني. تقطعوا لي راسي يعني. بيجوا السلفيين بيسلفونا سلف في الموت، هول أبني جهل يعني، وبسببنا سامحوني. بس بكتاب What can I do يا حبيب قلبي. في كتار مسيحيين، أنا ما بنتمي إلى أي دين أبدا، كلهم إلى ما قبل كل هالديانات. مريم بيقولوا لي ما هيك الإسلام، كيف أنت بتشوفي هيك؟ بقول أعطيتهم كثير بسكوت أو ولو ما هودي المسلمين يعني إرهابيين، يعني بتشوفي كيف بيقتلوا، بتشوفي يعني مجويين طلع ريحتهم. والمسيح هيك قال يعني لازم يكون عندنا يعني. خبرتكم واحد رجل دين مسيحي وصليب وهيك، وانت ما بدكم وقفني انه كيف انا بحكي بمحمد. بعد جمعه هيك لقيت كمان ناطرني، شو عملت اكون مسلم؟ قلت له لا بتشوف شيخ ولا بتشوف خوري وما بتشوف حدا. بعت لي ايميل من يومين بيقول لي انا محمد، انا المسيح وبوذا وكريشنا ورابع الحلاج. هل انا الكونيه اللي يا مريم فيكي وفيي وبهالوجود؟ عيش بالنيبال. قلت له عم فيك تضاين وهيك؟ قال لي ما بعم بحس بجسمي، بيمشوا حافين
بيجوا الناس بيعطوني كثير اموال بتركون على الطريق. قال لي مثل ما بتوقع التفاحه بتوقع مني هاي الورقه اللي اسمها ميل. فكرنا ثلاثه بدنا نروح وما بعرف تيك ما شفت الا واحد قال لي تكت علي. قلت له منين بتعرفني؟ قال لي كل شيء بتريدي بتوصلي عني بقى روح رجعه بتشوفين انا عشت هونيك. قال لي وبعرف رح نكون كم واحد بدنا نعيش. حطوا قارون، قارون عنده هالطاقة منعوه يفوت على أمريكا، بيفوت وبيطلع قانونياً على الباسبور. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. في ناس عندها هاللطشة بسموها كناك، هيك هاللطشة من المسيح من الأنبياء. ما في ألقاب أبداً، محمد محمد، علي علي، ما في إز مينك انت يعني الله والملائكة عم بتصلي عليهم. بس نحن وقت نقول صلى الله عليه وسلم على الطاقة المحمدية اللي فيك وفيه. بس ما بنفهم، ما في شرح، ما عنا عالم دين. قال علماءكم شر علماء منكم تخرج الفتنة وإليكم تعود، ولا رجل دين. أنا إذا بدي أسأل عبد الله ريا هيك بدي أحكي معه أكثر من غيره هون بلبنان. بس الكتب اليوم واضحة بلغات كثيرة والعلم موجود عند محمد كيلاني. هيك بتجي هالوحي من هو عمره 7 سنين عرف انه بدي ها انا. كل شيء موجود اليوم فيك وفيك انطوى. فاذا هالانسان الجديد اللي بده يجي اول شيء بده يكون عارف انه ما في ديانات، هالالوهية وحده، التوحيد. ما بدنا حرب وما بدنا سلام. total acceptance لتكن مشيئتك. لا يصيبنا إلا، لا تسقط شعرة من رؤوسكم إلا. حوار صورة الكهف دخل بقلبي وبحياتي وما فيني أحكيها. كلنا منشوف إشارات بنوع خاص وقت بكون خايفة كتير وعايشة وحدة وهاللي حدي بتطرطق بالصرمية. بشكرهم حدي بتليان كانوا يزعجونا بموسيقى وقفوا. بشكر هالأم والبي والولاد بقلن تعوا نهار التنين شوفوا شو عنا. بس تشوفوا حدا من هالدنيا وبسموه معاق دخيلكم. أنا المعاقة، هيدا هو الإعاقة اللي ما عنده أخلاق، هيدا اليتيم اللي ما عنده أخلاق، اللي ما عنده علم، ما عنده فهم، اللي عم بينكر هالنور وبيفوت باسبور أخضر رح تطلع الجنة، الجنة فوق. نعم هالإنسان الجديد ما بده يعترف فضيلة وخطية وذنب وغضب وحب وحرب. الإنسان الجديد بده بس يعرف إنه الحياة هي احتفال دائم مثل الطبيعة مثل الزهور. لا منخلق ولا منموت. ما منعرف، عرف لمن عرف أنه لا يعرف. وحده بالوجود هو اللي بيعرف. حط هالسر بهالإنسان. هالأشياء القديمة اللي فينا ورثناها من أهلنا ومن الكتب ومن العلماء ومن ومن، خليها تموت. يجب ما قبله. هي هو الإسلام الفطرة. هالإسلام هو للجسد وأسلم الروح. لماذا تركتني؟ كيف بده يتركك؟ انتبه لتكن مشيئتك. واهتزت الأكوان وبعده على الصليب المسيح. هذا رمز. قال له ما بفوت على الجنة إلا ما كل إخوتي يطلعوا على هالصدمة السلوم بعدين بسكرها. وبعده ناطرنا طلعوا عربشوا أنا سلم الحياة. هل أنا الكونية اللي فيك وفيي. The new man is not a hope. You are already pregnant with it. يا حبيب قلبي كلنا حاملين هالأمل. يا حمل العالم كل امرأة حامل بعيسى ابن مريم بخديجة بزينب بزين العابدين ببودا وكريشنا ورابعة لحوب الرحم. هالرحم منه لحمة،
هيدي رحمة، مش خلفنا 2 كيلو. عندي 4 بنات وثلاث صبيان. إيدك مش إيدك إلا لفاطمة. وقت قال بقطع على إيدها، مش هي التانية. شو معنيت قطع فصل وصل؟ فوتوا بهالأسرار الإلهية اللي موجودة فيك وفيي. هالسر موجود بلب القلب. بس اتأمل هيك كل يوم دقيقة 2 3 4 5، بعدين 24 ساعة قبل ما تنام قول كلمة. وبس تقوم كل الليل هالكلمة بتقولها. بقول الصبح الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بقوم بعدني بمشي بعدني بحكي بعدني بروح على الحمام بعدني بطلع لهون بعدني بفوت بعدني بكبس هيدي الانترنت وبعد شو هي مخربطة، ايه كارل تعال صلحها. وبنطر نهار التنين حزب الحمير تنلتقى بالبيت وبهدلهم كلهم تك 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 تك، انتوا 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 انت بياكلوا هالبهدله، بيقولوا معك حق معك حق معك حق. اللي منسبه محبه، كل واحد منا يسال شو عملت كل يوم، شو كل يوم شو عملت يا مريم شو عملتي؟ هيك 86,000 دولار كل يوم عم يجينا، 86 و600 كل دقيقه اعتبرها بدولار، شو عملت فيها؟ وإذا ما صرفتها بتروح. شو عملت فيهم؟ اشتريت تياب وصامي وشرطيت عندك اياهم. جوعان؟ كذب، منك جوعان، نحن قوم لناكل حتى نجوع. باكل لأني جزراني، لأن تعبني، لأن شفتها، لأن شفتها، لأن شفتها، شو بدي أعمل؟ يلا فتحت البراد. كل واحد منا، أنت روح لعند هالجوعان بالحي. أنت روح لعند هالعطشان، أنت روح على المستشفى وشوف هالمريض. ما تأمن لأي مؤسسة إنسانية أبداً، ما إلي ثقة بحدا ولا أي مؤسسة ولا أي عمل إنساني ولا أي جمعية. من صلبت وانرجمت كثير، قال له لا عم بتنفخ اللبن، قال له كواني الحليب. ما بدي حدا. 2 3، واحد بالأردن واحد بدبي، زينة باللاذقية. هيك يعني بهالثلاثة مليار ما بنطلع 10 مريدين، ما عنا ولا مرشد، نحن تلاميذ ديسايبل. المرشد لحوة فينا وفينا انطوى، منه ميت ابدا، منه ميت. قال انا معكم، انا وحي وانا وميت، بس لما بترك جسمي بصير حر اكثر، بصير مع اخوتي اللي حبوني وما شافوني. اعطوا البردة لقواس القرني، راحوا لعند قواس. ومين؟ علي. جبنا لك هالبردة، أمر الرسول إنه نعطيك إياها. قال لهم هلأ كان هون. مات مات. قال لهم هلأ كان هون. قال لهم اسكتوا علي. كيف شفته؟ بكي علي. قال له أنا مرة شفته بالحق. قال له أنا كنت أنا وياه بمعركة أحد. وأعسني وأعسني. عشان هيك خذوني عند أخوتي شهداء أحد وودعوني وأستودعكم الله، بعد فيك الضل. أتممت عليكم دينكم. ما في موت يا أخوتي، الإنسان الجديد اليوم بهاللحظة فيك تخلق، تتخطى الجسد من بعد ما تحترمه وتعطيه اللي بده إياه وتسمع له. انتبه، هاي أمانة، ما في معبد، هيدا هو المعبد وهيدا الهيكل وهيدا البيت وهي السيارة، هاي الأوتوونز. بعدين بتفوت بالنفس. أمارة بالسوق، الذات، الروح. وقت بتكون صادق وأمين على نقطة، تجي الموجة وبيجي المحيط، بيجي الله هرول إلى عندك. ظل عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى صرت يده وعينه. أنتوا بتعرفون أحلى مني، بس أنا بعيشهم. ويلي بيجي لعندي على البيت بعيشهم. مريم أشو هي؟ هيك شفت، هيك أشعت. بيجوا بيناموا عندي، مريم في حدا دقرني، راح الوجع راح. في هاللمسة، مسحة الرسول. نعم، ولكن كل اللي بتشوفون هلأ على محطاتنا المنحطة، قديش جبت ناس اشتغلوا هون بهيدا التلفزيون؟ وين صاروا؟ قديش في ناس مريم لولا قهر الحال لما بحتوا بالمحال، بعدتكم نان وهان 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 وتجنستوا كلهم. شو عملتوا؟ كذابين، ما تصدقوا حدا. كل اللي عم بيحكوا بأوشو بلبنان وبتطلع التلفزيون بتكسب شعراتها وبتعمل هيك وبتعمل نانسي يا عار العالم، حدا احترمك مثلي؟ شو عم تعملي؟ أوشو إن لبنان
ماكروبيوتيك، كله كذبة، كل المحلات اللي عم بتبيع أكل طبيعي كذب، ما في شيء طبيعي، عم الفساد الأرض والعبيد والعباد والجو والفضاء والأرض والكسرات وكلهم. هلأ الرحلة داخلية، من هون بده يخلق الإنسان الجديد، بس ما في غير هيك. بهاللحظة في يقظة خلاص، وهي بسيطة كتير الحقيقة، دايما بسيطة يا أخوتي. الكذبة يلي بنشوها من جوا، وكل كذبة كذبة أكبر، كذبة أكبر، كذبة أكبر، ونصير نعمل اختصاصي وخصخصة ولصلصة. قال له وين عمل هالأكل؟ قال له من اختصاصي. قال له يسلم لي عأختك صاصي. أكيد ما رح تمرق أنا بعرف، بس إنه من جري. قال رجال تجوز مرأة أجنبية، يعني قاعد هو وياها وقاعد مرته حدا. قالت له give me a kiss. قالت شو عم بتقول؟ قال عم بتقول اعطيني بوسة. هي سمحنا إلا تسمحنا. قالت له أخ لبنان I need fresh air. قال له شو عم تقول مرتك؟ قالت له بدها هواء رطب وطازة ومنعش. قالت له إلا تسمحني إلا تسمحني. راحوا على المطار تيودعوا، وقامت الحما قالت له ولك إليلون، قال له يعني بدها هواء نظيف. ودعت الأم الكني وقالت له أمانة ولك أمانة تسكسي لي كل أهلك وقولي لهم يجوا بالصيف. بيب بيب بس هي بتمرق. واحد دق الباب على بيته وفتح له ولد صغير وصرخ ماما إجا صاحب البيت بده الأجار، معك مصاري تعطيه أو بروح أنا بلعب شوي بعيد. ما الولاد صارت تعرف يعني، عشان هيك هالإنسان الجديد بيعرفوا الأولاد. قال له بقلها لستة أو خليها حمارة؟ قال له خليها حمارة. ذات منين نحن خلقنا؟ من الملفوفة. قال له خبرها. اتركها مع بهلة. عشان هيك اليوم بتلاقي بالمدارس بلشوا يعلموا وبلشوا يحطوا قصص وصور حلوة كتير، لو بدها تعمل شوية ما بعرف دعاية إذا بمرقوها أو ما بمرقوها. You are what you eat. أنت شو عم تاكل؟ وانت كيف عم تاكل؟ وسنانك انتبهوا، حطوا هولدا كلارك قتلناها عمرها 88 سنه لان قالت اتس نوت وات يو ايت، مش يلي بتاكلهم، بشو عم تاكل؟ مع الفضه مع الذهب هو شو هن؟ زابر ماشين بالبيت عم تعملوها، بتقعدوا على الموقع بتشوفوها وعملها هون محمد كيلاني، بتقوي الطاقه فيك، بتفحصك وبتعرف شو بك. فإذا اللي عم تاكلون هن اللي عم بياكلوك. فتحوا مطاعم يا عار العالم، بأمة العرب كمان حطيتوا اسمها هارت أتاك، يعني بتاكل هالقد بيتزا كبيرة بثلاث أربع طبقات وهالقد الهمبرجر. هلا أمي بجيب لك همبرجر، قالت له همبيك بكفيني. فإذا شوفوا هالأكل، هاي الصورة لحي شو بتشبه؟ شو عم نعمل؟ ليش عم نصير هالقد؟ ليش الأمراض عم بتزيد؟ انتبهوا شو عم تاكلوا. The cure is in the kitchen. العلاج بالمطبخ، بس تقول آخ فوت على المطبخ. صوموا تصحوا، صوم عن كل الدعايات، كل شيء بيعملوا له دعاية دعارة. كل البرامج بتقطش لحتى تحط لك هي ممنوعة برا، هون ممنوع نوعة، هونيك ممنوعة. ما في رغيف خبز بلبنان، أتحداكم اللي بيقول إلا نهار التنين ببيتي بيجيبوا لي رغيف. كل واحد أنت السائل وأنت المسؤول، وإذا صدق السائل هلك المسؤول. هالإنسان جديد بدك تشيل ورقة الكبت، هي أول خطوة. هالكبت جيب هالفلت، عنا كبت يلا يلا يلا، بعدين جيبوا بناتنا وفلتوهم. كان عنا سوق الزيتونة، بكل بيت في زيتونة، بشغل بنته ومرته وابنه وهي كمان وكلهم، هيدا شيء طبيعي صار. بس احضروا فيلم فلات لاينر، بتشوفوا بالفلات لاينر شو بده يصير اذا انت مالك حرام
ومية بالمية أموالنا حرام، ما زال عندك رغيف خبز وأنت بعدك نايم. مية بالمية بأمة العرب. شوفوا شو في مجاعة، وتنستقبل حدا منحط ملايين الدولارات تنعمر كنيسة ومسجد ومعبد، شوفوا شو منعمل. يا سعد الحريري، عظام بيك بتشيلهم وبتحطهم مع أمه وبيه. هيدا العلم الإسلامي، احترام الميت، دفنه بالجذور. إذا ما في جذور ما في عطور. بحياته الثانية نعيدكم إلينا من جديد، بفوت برحم وبيجي عنده نقمة مش نعمة. أينما توليتم، إذا كنت ولي أينما توليتم فتم وجه الأرض. إذا أنت من الأولياء، أنا مني من الأولياء، إن شاء الله جذوري بتكون بجماعة، لأنه الجماعة يد الله مع يد الجماعة. بأمة العرب بعد ما في جماعة، نحن أفراد والفرد علينا. فإذا منقول ولادة إنسان جديد بهاللحظة، ما لك علاقة بأي دين، بالتدين الإلهي نعم، بالأخلاق نعم، بعلم علماء ورثة الأنبياء، مش الجامعات والمدارس والمتايس. الكتاب خير جليس نعم، بتفوت على بيت الله باللغتين عربي إنجليزي. عندك مشكلة بتلفن لي، ما بتسألني جسمي وراسي وإيدي وإجر عيني، بتبعت صدقة مادية أقل شيء 500 دولار وبتقلي بروح بجيبها وبتجي لعندي وبحكيك وبعطيك فوق 10 مرات، وبتجي بتسكن عندي بالبيت وخبرتك بتدفع 1000 دولار 10000 بعطيك دوبل. تعال شوف شو في عندي بالبيت وقل لك شو بتعمل فيهم. في ناس أغنياء مستعدين يساندوها لمريم إذا بتلاقي بشر من نور. ما بدي حجر، الحجر من نور، والحجر يتكلم يحبنا ونحبه. جبل أحد، ولكن بدي محبة الإنسان يلي عنده هالميزان. ما بدي منك مليار، ما حدا عملها غيري، خلي لك المليارات إلك. بدي من كل عربي دولار بالشهر. شوفوا شو بنعمل، بعمل هون بهالستوديو مطبخ صحتك بالصحن، وحدة أو معي فدوى أو حدا، يعني مريم معكم شهر واحد، ما في أمر هون. ومما يليك من هون من لبنان، بحط علم أبدان وأديان وبطبخ قدامكم. بحط العلم، ليش لازم ناكل هيك؟ شو هو الطبخ؟ شو هو المضغ؟ شو هو كله قدامك؟ كل اللي عم بيعلموا طبخ سكرونا، عيب يعار العالم بس تيطلعوا إنه هني مشهورين على التلفزيون. اللي بده شهرة لأنك رغوة صابون، لأنه ما منك عارف نفسك. الصورة الحلوة ما بدها برواز. أنا العمية مش أنت. هيدي صورة من القلب للقلب. أهلا وسهلا فيك يا نغم ويا أم نغم، أنت عندك البصر والبصيرة. هذا الإنسان الجديد. بحبكم بالأردن، بلاد الشام واليمن إذا اشتدت المحن. اللي شفته ببيته لمحمد كيلاني وهالجمعة 3-4 أشخاص، إن شاء الله يكون هونيك اسمه بيت الحياة، وبتحطوا مريم نور، لأنه بيفتحوا كتير بيت الحياة، بنصير مثل الصرامة، الصرمية أهم من الحرمية. كيف أوشو حول العالم معروف، ما حدا بيقدر، 99% عم بيتاجروا فيه حتى أخوته، ولكن بضل في واحد بالمليون. تتذكروا هالقصة وقت الله قال غضب عليكم كلكم، بس بدي واحد. قال له أنت بدي أرحمك، برحم هالضيعة اللي أنت فيها. قال له أنا وقت 6 أشهر هون، 6 أشهر هون. رحمتك وسعت كل شيء.
تتذكروا اللي كان عم بيغرق وجا سفينة شخطورة تعطلع، قال له لا الله بده يخلصني يا خي أنا عم بسبح واحد تاني، الله بده يخلصني، إجت هليكوبتر الله بده يخلصني، فطي صار أعمى وتطلع لفوق، قال له يا الله يعني أنا صليت لك ودعيت لك ومعمر كنايس ومساجد ومعابر ليش ما خلصتني؟ قال له بعثت لك ثلاثة يعني شخصيا بدي. دايما في حدك حدا منك وحدك بتحس فيه بتسمعه بيلمسك وقت انت بتكون ضايع ضايع بالمره بتسمعه. ما في حدا وحده. شفتوا كيف المسبحه؟ هيك نحن. قال في اثنين اخواني مره قلنا اياها. قالوا لي كيف انت جبت هالسياره؟ قال له يا خيي انا وبالكنيسه قلت لك اياهم غافين كلهم عم بيشخروا. اخذت هالمسبحه صرت اقول حطوا كل مصرياتكم بالصينية، حطوا كل مصرياتكم بالصينية، حطوا كل مصرياتكم بالصينية، حطوا كل مصرياتكم بالصينية، ما بالصينية، ماني مخدرين وهيبنوا تعز ونايمين وهامش، حطوهم، اشتريت السيارة. قال له يعافيك أنا رح أعمل هيك. جمعة اثنين ثلاثة، قال له ليش وليش عملت؟ قال له يا خيي أنا عملت مثلك. ما خليتهم هن كلهم نايمين وصرت أنا برمجهم، تفركشت قلت شت، وبعدني عم نظف الكنيسة. مهضومين هيدنا نحن كلنا مبرمجين مشفرين تشبت. بتروح لعند طبيب المغناطيسي، طبيب علم النفس، طبيب شو بدك فيها، طبيب نفسي، طبيب مغناطيسي، ما فرويد كيف انقتل يعني كيف مات؟ قالوا له خدت حقه خلصنا روح. اجى تلميذه العان ما بدك طبيب نفسي ولا طبيب جسدي ولا ما بتروحي لعند الطبيب هي طالعة. طيب بعد جمعتين إذا إيش بعد جمعة ما بياخد بس بعد جمعتين تدفع. هي طالعة ماتت قالت له قلت لها ما بك شي ليك ماتت. قال لها ما تخافي فوتيها هي وفيتي ميتة هي وجاي لعنا ميتة. فإذا ما حدا ميت إلا الجاهل، الإنسان عدو ما يجهل. وإذا كنت حي بتكون مع الحي القيوم وبترسم من القلب مش من الجيب.